خالد يبل. ما بعد احد يسال عنه نهائيا. اكثر الناس تيجي تسال الوان يعني جذابه، الوان صارخه، لان احنا لبسنا الاشياء اللي انبيعت لبس داخل البيت ما خارج البيت، واحنا تقايد الموصل داخل البيت المراه براحتها تلبس، بالشارع لا، يعني تقيد بالزي النظامي الرسمي. فخمار هذا النقاب والخمار نهائيا بعد ما احد منعوا النقاب على النساء، يعني لان داعش قام يستغل بعض يعني يلبس زي النساء ويفتر بالاسواق المحليه لتحقيق مآربه